يدوب كام متر بيفرقوا مسجد ومدرسة السلطان حسن عن مسجد الرفاعي، مع إن الفرق ما بينهم في العمر 500 سنة وأكثر. مسجد ومدرسة السلطان حسن معروف إنه أكثر الآثار الإسلامية تناسق وانسجام، وأحلى نموذج للعمارة المملوكية. بيتقال عنه إنه درة العمارة الإسلامية في الشرق. أنشأه السلطان ناصر حسن ابن الناصر محمد ابن ألوون في القرن الـ14 الميلادي، في مكانه الحالي اللي كان في الأصل سوق للخيل. أما مسجد الرفاعي فاتبنى بعده بأكتر من 500 سنة، واللي أمرت ببنائه خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل. بدأ البنى فيه بالفعل في عهد إسماعيل، لكن ما كملش إلا بعد 40 سنة تقريباً، وكانت أول صلاة فيه سنة 1912، واتدفن فيه بعد كده الخديوي إسماعيل وأمه خشيار هانم وعائلتهم والسلطان حسين كامل وزوجته والملك فؤاد الأول والملك فاروق الأول، رحم الله الجميع. ندى وشيماء، لما عملتوا المشروع الغريب ده، وهو غريب يعني هو غريب، لما عملتوا المشروع الغريب ده أهليكوا قالوا لكم؟ احنا اصلا يعني انا قبل ما نعمل المشروع ده احنا كل واحده فينا بتعمل حاجه من ريحه المشروع، يعني مثلا احنا عاملين ورك شوبس هنا، فانا كنت بشتغل في الجلد زمان، فهم لما لقوا كل الاحلام والاماني اللي احنا عاملين بنعمل فيها دي طول السنه هتتجمع في مكان، لا تشجيع فظيع. يعني الشقه هنا اول ما خدناها وخدنا المفتاح كان بابا هو اللي جه مع السباك، كنت انا وندى مسافرين، هو اللي جه وعمل مع السباك ومش عارفه ايه اول حاجه، فلا شجعونا جدا. ندى انتوا عندكم كام سنه؟ 31 32. حد فيكم متزوج ويعول؟ لا خاطب ولسه. عندكم مشروع؟ لا لا. انت عندك أنا مشروع؟ انا مخطوبه. مخطوبه؟ ما حدش يتجوز بدري. انا بقول لكم ما حدش يتجوز بدري علشان الوقت اللي انت مش متجوزه فيه تقدري تعملي حاجاتك بوقت من اليوم اكبر بكتير. اول ما تتجوزي هيبقى عندك مسؤوليات، مش هتعرفوا بقى تفتحوا حاجات كده تستمروا فيها. اعتقد الشخص برضه حسب حسب الحد اللي معاكي، هو يا اما هيدفع يا اما هو تكمله لكلام الاهل. ما هو العقليه اللي انت يعني احنا انت شايفاهم دول اكيد طالعين من بيت، يعني هو هيشجع ومش هيخليكي تقعي او تختاري حد إلا لو كان زيك. انت اهلك كمان صندوقي في المشروع؟ لا لا لا، انا اهلي يعني من زمان في حاجات كتير بصراحه هم سايبيني، حتى كمان مع شيماء. يعني انا لما شفت البروجكت بصراحه انا يعني شيماء هي اللي قلت يا شيماء تبقى معايا في البروجكت. هي لما شافت الشقه انا كنت جايالي وانا اصلا يعني انتوا اصحاب اصلا من 2008 كنتوا انتوا اتقابلنا في سفر، يعني احنا كمان اتقابلنا في سفر سفريه تبع مسافر كان بتبع الجامعه اتجمعنا فيه. انتوا خريجات؟ انا ألسن وهي اداب. انا ألسن ايطالي. انا لا تلياني. انا مترجمه اصلا ايطالي، يعني انا الصبح بشتغل شغلانه غير اللي هنا خالص. وانتي؟ انا الحمد لله لسه حاصله من يومين على الدكتوراه. الله، ترميم الاثار. ست الدكتوره الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي؟ فهي ترميم اثار. طب ده كان ليه علاقه بقى بالشقه والترميم وكده؟ كل اللي اتعلمته تتحط مع يعني انتوا في منطقه شعبيه تاريخيه صحيح، بس كلها تحتيكم ناس بتوع عجل وميكانيكيه وكده، نظرتهم ايه ليكم ان انتوا بنتين ومش متجوزين؟ معلش انا واخده حبوب الصراحه، بنتين ومش متجوزين وعاملين مشروع، هم مش فاهمين لسه هو ثقافي ولا فايه، هو ايه علاقتكم بيهم؟ يعني انا كشيماء انا ساكنه اصلا في الدقي، فانا حسيت هنا بقى انا عارفه ناس هنا اكتر ما انا عارفه ناس عند بيتنا اللي انا بقالي فيه قد كده. قد ايه هم بيساعدوا في الدقي، يعني قد ايه هم بيساعدوا، واول ما شافوا الموضوع بقوا بيسالونا، بقينا مثلا واحنا ماشيين نلاقي طفله وتقول لنا انتوا اللي عندكم مكتبه بقى وهنيجي نرسم عندكم. حبوب. الناس اللي تحت شايفيننا طالعين نازلين اي حاجه بيشيلوا معانا ويساعدونا، ما حسيناش ابدا ان هم مستهدفيننا، بالعكس كانوا فرحانين بينا قوي حقيقي. وبهل مثلا ضيوفكم وخصوصا الاجانب طالعين داخلين هل فرحانين برضه؟ انا عايزه اقول لك ان هم تحت اللي بيقعدوا يقولوا لما يشوفوا اجانب اطلعوا فوق فوق فوق، يقعدوا بيجيبوا لنا ناس. يعني الطبق اللي طالع واللي نازل احنا بنشوفه هنا، يعني احنا ما شفناهوش في بيوتنا ونشوف الطبق ده. ده حقيقي. انت تجيبي حاجه تنزليها لهم ويطلعوها لنا، يعني حاسين ان الحي ده جدا. احنا هنا شفنا يعني ايه كلمه جدع، احنا هنا يعني ايه شفنا كلمه إيه انت سايبه حاجتك عند هم. مش قرايب بس، لا هم والله بامانه افضل من القرايب كمان. انت انا اوقات بنسيب المفتاح تحت لما معلش بس خلي المفتاح معاك بس اروح مش عارفه ايه،
وبتاع. فهي الفكره انت بتنقلي مش بس كمان مكان ثقافي وبتاع، احنا بننقل نقله للحي بالكامل، ان الناس ما تخافش يقول لك لا انا خايف اجي هنا لوحدي، لا ما تخافيش بالعكس ده هنا امان. الشاي بلبن بيخلص وانا مضطره اخلص الحديث، انا لو كده ممكن اقعد معاكم على السطح ده لبكره. نورتينا والله، انت اجمل حي. شكرا 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 على البرامج اللي فعلا بتاخدنا لحته احنا مفتقدينها، القعده الحلوه وال لا دي لسه هتحلو بقى. بصوا احنا متعودين في البرنامج بتاعنا معانا فنان اللي هو كان بيتابعكم ده بالريشه عبد الله احمد، في اخر الحديث بناخد البورتريه وبنديه للضيوف بتوعنا عشان يفتكرونا بيه، علقوه كده في حته ويفتكرونا. حلو جدا. في ناس رسمت متكيه نفسها بس محدش رسم لا رسم كنتوا بقى. تواضع متواضعين. حلو حلو، اللي يحب نفسه يحب غيره على فكره. قالوا الحياه زي البستان، دايما تلاقي الشوك في الورد، لكن عشان ربك رحمن يدي الغطا على قد البرد. عيش الحياة زي ما هي، زي المسافر في تكيه، ولأن ربك رب قلوب دايما بيرزق عنيه.